يظن نفسه محمي من جائحة الكورونا بينما هو مساهم في نقل عدواها للقريب والبعيد. إنه واضع القفازات الطبية اللاتكس، هي المادة المكونة للقفازات وشبيهة بالبلاستيك، هي الأخرى كالخشب والثوب يعيش فيها الفيروس ولمدة طويلة. القفازات ما يلبسوهمش، القفازات تساعد على انتشار الفيروس، ما عندنا ما نديرو بهم. القفازات خطيرين، خص الناس ما يديروش القفازات. الكورونا واحد الفيروس ما عندوش جناحين، ماشي تيطير، تنتقل من الإنسان المريض إلى إنسان سليم، تيدوز عبر المصافحة بالسلام، تيدوز بالتعناق، ملي كتقرب لواحد، ملي تيسلمك مثلا التليفون. لي غون راه خطر كبير، اولا كنجمعوا بهم الفيروس، وثانيا وهذا هو الخطر رقم جوج والكبير انا اللي كيجيني في هذه القضيه ديال لي غون، هو كيعطيك واحد لا كونفيونس خاطئه، واحد لا كونفيونس زائده. الواحد كيحس براسو راه بروتيجي، فبالتالي من حقه يدير اي حاجه ويقيس اي بلاصه، وماشي مشكله كاين لي غون تنحيدهم من بعد، و دونك كياخذ ان كومبورتمون اريس كبر، وكيقدر يقيس وجهه لان كيسحب لي راسو بروتيجي الوغ كو راه ماشي بروتيجي. الخوف من الفيروس يصيرنا احيانا نجرم في حقنا وفي حق من حولنا، غير مدركين لدور هذه القفازات التي تنقسم إلى نوعين. قفازات نظيفة بخوب تحمي الأطباء والممرضين عند استخراج عينة دم مثلاً أو لتنظيف أدوات الجراحة، وهناك قفازات معقمة ستيغيل، هذه تحمي المريض خصوصا حين إصابته بجرح، لولاها لتسربت الجراثيم إلى داخله. وحدهم مهنيو الصحة من يجيدون التعامل معها والتخلص منها في قمامات مختلفة عن نظيراتها في الفضاء العام. دوك لي غون منين نحيدوهم فين يتلاحوا؟ راه ماشي بحال في السبيطارات، كاين واحد الاماكن مخصصه اللي كيتلاحوا فيها لي غون باش كيتجمعوا، وكيمشيو لواحد الاماكن مخصصه اخرى اللي كيتعزلوا فيها واللي كيتلاحوا فيها. لا، كيتلاحوا في لي بوبيل ديالنا العاديين، اللي غادي يجي واحد الشخص او واحد السيده اللي غادي تجمعهم واللي غادي تعادى. علاش ديروا هذه الجريمه وتعاديوا الناس اللي حتى هما غادي يجيو يعاديوكم؟ فبالتالي كل واحد شويه عقلاني يبغى يحافظ على الصحه ديالو مزيان، يبقى في دارو اولا، يغسل يديه مزيان، ويفيتي انه يقيس بزاف البلايص. بعد الازمه هرع البعض لاقتناء القفازات الطبيه، متسببين بذلك في غلائها وارتفاع صاروخي لثمنها. قبل كنا تنبيعوا لوك العادي اللي ماشي معقمين، كنا تنبيعهم بدرهم الوحده، ياك؟ من بعد ولا واصلين درهم ونص جوج دراهم، ياك؟ وكاينين هادوك ستيريليزي اللي هما معقمين، تنبيعو جوج ياك بربعة دراهم خمسة دراهم، دابا حاليا 10 دراهم وما لقيناهمش. الناس اللي كانوا تيبيعوا لينا هاد القفازات ياك كانوا تيبيعو لنا بواحد الثمن، دابا مشينا عندهم ولا ثمينا اللي ما نقدروش نبيعو للكليان بها، ولينا تنقولوا ما لقيناهمش، لان ولينا تنخلي لهم المسائل ديالنا. في هذه المحنة استعمال القفازات الطبية بطريقة خاطئة وشراؤها دون حاجة ملحة قد يعجل بنفاذها، ليترك الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا دون سلاح القفازات الطبية. سليمان بكباش، مراكش، BBC.